خالد تعالى تعالى تعالى، انا لقيت كهف. ولا ايه ده استنى 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 يا دين استنى، امي؟ ايه ده؟ يعني ليه انا مالي انا بكل ده؟ انا كنت مقضي يومي بشكل جميل وحلو لغايه ما جالي خالد وقال لي على حبه حاجات غريبه. خلوني ارجع من البدايه عشان القصه طويله شويه. واحد كان قاعد عامل له دماغ كده وبيتفرج على الشمس كده والطبيعة الحلوة، وفجأة لقيت خالد بيقول لي الحق الحق، ده في حد بترول عليا وبعت لي رسالة، والحق ده في موضوع كبير ومش عارف ايه، وبص لما اقراها لك. هتبدأ ايه؟ treasure treasure tore our family apart. It ain't here no more. I moved it. You fuckers will never find it. طب اظهر لك مكان تاني ولا؟ قال في مكان تاني اروح. طب ينفع انا، طب انا عايز اروح بقى مكان، انا اقول لك كل واحد فينا يروح يشوف مكانه. طب اركب يمكن يطلع هو ده المكان. تعالى اركب كده يمكن يطلع هو ده المكان. بس اعلم لك عليه. تعال مش معلم انا عليه. اقول له اروح لا هو ده؟ لا، طب علم. طب استنى، علمت؟ ثانية طب اهو. علمت اهو. انا عارف هيبقى عند برج المايه. انا ظهرت لي دورية I'm صفراء. fly. او بيقول لي you are near the location in the ايوه email. هيقول لك استخدم الفوتوغراف عشان تعرف مكانه. الفوتوغراف بقى انزل وشغل الكاميرا بتاعت التليفون. لا 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 لا، افتح الميل وشوف اه المكان بالظبط. طب وقف كده، وانا همشي هو افتح على المكان بالظبط. ماشي استنى. لا 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 خلينا مش معايا. نشمل هي الحته دي. ايوه استنى، لا استنى استنى، لا يا خالد اصورها لك. دي لا لا لا، هي في مدخل، في مدخل كده تحت الارض، عامله زي مدخل تحت الارض. لف كده الناحيه التانيه، لف كده، امشي على ايدك الشمال، حول لمين ميرد. طب بص استنى، اوعى ايه؟ انزل انزل. ليه؟ المدخل تحت الأرض أهو. ثانية واحدة ثانية واحدة. لو لقيتها هقول لك. لا طب ما اعتقدش. صورها وابعتها لي على الانستجرام. الشاشة شكل ايه؟ هو الواد حاططها بالصورة اهو. استنى بقى اما نشوف. انا هاخد الصور. وانا اه لقيتها. انا شكلي لقيت المكان. استنى كده ونتأكد بالصورة ولو انا افتح. انا استنى نخش وش الجبل. لقيت المكان. استنى بقى نرجع سيبنا. ده احنا لو كنا بدنا ما كناش هنشوفه.
استنى. لقيته؟ أنا لقيته، تقريبا لقيته، يا لقيته. منع والله خدي لسه لقيه، تعال عندي، تعال عندي. ده مش انت تركت. رحت نفس المكان بالليل. هتسمع صوت صفار هنا. لغاية انا دلوقتي مش عارف سامع بقى حاجة. مكاني. انا عارف مكاني. تحب اشاور لك على مكان؟ تريجر تور اوت فاميلي ابارت ات اند لقيتها؟ هير نو مور اي موف ات يو فاكرز ويل نيفر فاوند ات. لك ليتس كريم. تريجر هانت بيجين. على فكرة اللغة أنا عندي خلق على فكرة إن أقدر أعمله دلوقتي بسبب اليوتيوب. يلا بس لو فعلا هناخد منهم تريجر حلو، يعني لو حتى اخد منهم مسدس ومش هستعمله، انا موافق، ما عنديش مشكله. ما هو ده اللي هيطلع يا نوم، ولا يطلع مسدس دحرج كده البوب بطة في الفشل. ما دحرج المذخرة. اشتغل 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 فاش. عزب! عزب! ليه؟ ليه يا خالد؟ والله العظيم عطل دورة وحلك. والله العظيم بتلاتة عطلت. أنا مش قادر أروح. طب أتكلم معاه عشان يجيب لي طيارة. أنت سامع؟ بص قدام. اسكت بس من الجنب. من هنا. من الناحية اليمين. من هنا. أيوة من هنا. طب ده الشمال على فكرة. ده اللي ده اللي من ده. صوت عالي. استنى كده، استنى وقف. شوف ال... خالد تعالى تعالى تعالى، انا لقيت كهف. ولا ايه ده استنى 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 يا دين استنى. امي ايه ده، ما انا تخش بترعب يا ليه ابني، حاجة اللعبه دي بيه. بترعبني. تعالى خالد بسرعه، النفق صح؟ تعالى في حد ميت. انا سان اندرس لعبت في دماغي قبل كده من كتر الحاجات دي بتخوفني فشخ. شكله ايه ده مش ايه بعيد. الكهف؟ ولا فين؟ شايفه؟ ده بنت. بنت ايه؟ مش عارفة ابص. What the fuck؟ في كلو اهو. ايه ده؟ طب بقول لك ايه؟ انا مش هبص بصراحة أكتر من كده عشان خفت أنط في الشاشة. وأنا أنا خم طب أضرب عليه نار؟ أنا لا بص بص واخرج على طول عادي. إيه بص بص واخرج. واخرج على طول. إيه يعني بص. روح كده، روح قدامك، روح قدامك. روح اقف قدام كده يقول لك كام حاجة. نفس اللي انت عملته يا كنجي اصفاك. طب تعالى واو اوكي. مش هقدر اكمل بص بصراحة عشان هتهاف. انت عارف انا اتهيألي ايه؟ انا حسيت ان حاسه ابو وجهي مع الشكل. انا حاسس ان هو هتلاقيه فجأة. وانا انت عارف انت اللي هو الفيديوهات بتاعت سان اندريس اللي هي القديمة دي ولا اللي هي يوم ايستر اكس. المكان ده عندك؟ استنى اشوف. عندي قشطة فشخ قشطة فشخ. ولا نو احنا لو فضلنا على الحال ده هعملهم من الصفر بصراحة. قشطة. بس الحمد لله احنا لقيناه بسرعة، بس كان يخوف. في راديو بيروش على الصوت من هنا يا خالد. والكرسي ده على ايه ده ابن مدينة؟ أنا بس خايف. في حاجة. ولا نو سمعت صوت الكلب؟
لقيت، بص على الشوفل، لا انا ببص على المكان بص على فشيخ. الشوفل، بص على الشوفل اهو، كله تحتك اهو. يعني مين السايكوبات اللي كان قاعد هنا ومشغل الاغنيه وماسك البتاع دي وباصص ناحيه دين امنا الرعب؟ يا ترى هنلاقي القاتل في الاخر؟ طيب لو عرفت مين تخيل انت القاتل قاعد اتصل كده على 0900. وتلاقيه، تلاقيه قاعد لنا كده نفس المكان او ده عندي عند يا خالد. قشطه وانا قشطه. ايش ايش طيب، وانا هنا تخيل كده على، لقينا بلياتش لون اخضر فاخضر يقرف علينا. اصل مره لقيته قال في الستوري مود، يعني كان في بيت، بص كان في ناس ساكن هنا ورا ورا، في سكن هنا، كنت طالع بفرانكلين والله يا مبنى بهرج، والدنيا كانت بتمطر وفي برق، انا قاعد بقلب في المكان بتفرج، المكان حلو، لقيت لك برق جه فالشاشه بيضت، اول ما رجعت لقيت لك كلاون واقف في الاخر خالص طرقه ومد وشه وحيطه وماسك فاس What وبيبصني، the fuck؟ اقسم بالله انا حتى اجيب لك الفيديو، انا قطعت الخلف، تعرف يعني ايه قطعت الخلف؟ انا بلف وشي برجع تاني، والله لقيت لك كلاون مبص في الحته وبيبص لي وجاي عليا، انا طلعت الشبكه بقولك انا نوب، على فكره لما بيطلع لي منظر مرعب وانا صغير كنت بعمل ايه؟ كنت بغمض عيني واحاول اقفل الشاشه. وانت مغمض عينك يا عيني. او احنا في المكان. في جرزور، اه سوري يا استاذ، السوق جاي من هنا، او من هنا، من هنا. يا لهوي ما تقولش على احنا فكرة نخش الحته الضلمه دي. نور، فاك فاك نيجا فاك. نور، في نور، نور خارج من النفق من هنا، ايه ده؟ ما ولا ده بلاقي، نور العربيات؟ طيب وفي جليتش ولا حاجه؟ يا عم ده نور العربيات وفي جليتش، عشان كان لسه في عربيه معديه من فوق. تعال تعال يا عم، احنا بره كله اساسا ايه ده؟ اه يا عم، ده احنا بس اي مكان ضلمه هو اللي هيبقى الكلوب بالنسبه لي. طب ايه المكان ده؟ صوت تعالى، انا اعتقد لقيته، تمام. مش انت بالعربيه وانا هروح وراك؟ وهنا هو ممكن يكون دافن حد. طيب انا مش سامع حاجه. ارجع انا عند عربيتي كده، بص صوت الحشرات ده حوالي، هو في صوت حشرات وصوت ضفادع. تعالى كده جنبي. انا اعتقد لقيته، الصوت هنا عالي. اه ده دي ده دي ده دي 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 واه، مسدس. ثلاثة المسدس اللي احنا كلود بندور سكور، عليه. ثلاثة كلود ثلاثة سكور، من ثلاثة. طيب ايه بقى؟ في حاجة ذهبي ظهرت على الماب، وما انت فاكرك عشان ايه؟ ما هو بيقول لك مسدس في الاخر، في الاول في الاخر بيقول لك مسدس. خالد احنا تقريبا هنحتاج طياره، عشان المكان بتاعي ورا الجبال دي وما وشكله هيبقى انا حته بقول رعب كده، والدنيا ضلمه. وانت تقريبا هيطلع لك عفريت هنا. عايز طياره؟ ايه ده؟ واو شرباتك مجابة يا اسطى، الله انا اكبر. قول لي ما انت طلبت مني عشان تجيب الطياره، عشان انا نسيت. انتراكشن مني، بعدين سيك ريسيرف، بعدين البيج، انا هنزل معاك وباخد سكرين شوت للمنظر اللي انت شفته، حاضر. بس منظر الجثة هنا يلعب فاشل. انت شايف العلامه اللي انا عاملها؟ شايف انا اه يا فين؟ عم انا رايح اهو، شايف شايف انا رميني فين؟ انا لو لوحدي ما كنتش هلعب. انت انا ماشي معاك يا ونيس. What the fuck؟ انا مرعوب. ايوه انت في البيت ده، هتبقى في البيت اللي تحت دي، انا مرعوب خالد، انا خايف. والله انا خايف. خلينا نخمن، انت هتبقى تحت هنا اهو عند النار دي، واو ايه ده؟ اه في عند جثتين النار دي مرميين اهم.
اتفضل بقى وفي انجوي تشيست. نفسك. ايوه الحمد لله اني مش شايف الجزتين وطعمية. الاتنين تخان فشخ. اه واحد مضروب رصاصة طريق في حس بقه والتاني مضروب رصاصة في دماغه، شكلهم رهيب. وانت التشيست فرحان. لا I am opening the chest. ولا كورة هي لا تستر ايه على نلعب. كل ده عشان مسكت. ياه مفيش بقى تروفي اي حاجه يعني، احنا عملنا حاجه يعني المفروض. تعال هنا بس، تعال الكورة اهي شايفها، اه هجيب في الجون. جيت 50 كيلز. تمام اه ماشي، نفس اللي انت قلته لي. صوت المسدس ده حلو على فكرة. تحسه كاتم بالصوت كده وعلى وضعه. طب ما يا طب تيجي ما فيش اصلا نقعد الغاز ده. نريح هنا شوية. اوكي هي دي مجلة ايه؟ استنى انا مجلة بورد. استنى انا جاي هكلم مطعم ام حسن يجيبوا لنا مجلة بورد كباب. يلا. انا اكلم مطعم ام حسن يخليهم يجيبوا لنا كباب ونستنى. ايوه تعالى نخليهم يجيبوا لنا على البيت ونروح سيلبريت اور فيكتوري. يلا على بيتنا يا هومي.